قيم درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو كمان أقل من المعدلات في بعض الأيام، لأن معظمها بتتراوح ما بين 28-29 عظمى على القاهرة الكبرى، وده فعل وجود منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، وأيضا الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. فطقس فترة النهار طقس ربيعي مع وجود أشعة الشمس، بنحس إن هو مائل للحرارة الحار، لكن فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، أجواء مائلة للبرودة في معظم المحافظات وخاصة في المحافظات الشمالية، وخاصة كمان في المدن الجديدة أو الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي بيكون لها ضفيف ساحلي بشكل كبير، لأن كمان في أيضا نشاط رياح. يمكن استمرارية نشاط رياح ده يساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة وإحساسنا بالبرودة خلال فترات الليل. والبكرة هيكون في عودة لظهور الشبورة المائية فترة الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر. طب وماذا عن سقوط الأمطار يا دكتور؟ هل فعلا إحنا عرضة لوجود أمطار الفترة دي؟ هي ممكن تالت معانا اليوم في بعض الاماكن من السواحل الشماليه الشرقيه، وكانت معانا كمان خلال الايام الماضيه، لكن كانت غير مؤثره تماما. خلال الايام اللي جايه مش هيكون في اي فرص لسقوط الامطار، الاحوال الجويه مستقره لحد يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله، لكن مع يوم الجمعه وعلى مدار الاسبوع اللي جاي ان شاء الله تبدا الكتل الهوائيه تتغير، تكون كتل هوائيه تحضيريه وارتفاع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على زياده فترات ارتفاع اشعه الشمس، فهنبدا ارتفاعات في درجات الحراره، تبدا قيم درجات الحراره فتره النهار ترتفع، فترات الليل كمان نحس فيها بالارتفاعات، وده هيبدا من يوم الجمعه نحسه اكتر على الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، بدايه الاسبوع اللي جاي. مهم جدا ناخد بالنا من نوعية الملابس في الفتره دي، خاصة مع فترة النهار وأشعة الشمس بتحس بالأجواء ما بين الحرة المائلة الحرارة يمكن توصل لشديدة الحرارة الأسبوع اللي جاي، فترة الليل بيبقى فيها بعض البرودة، فعشان كده احنا بنأكد لو احنا بنرتدي الملابس الصيفية فترة النهار تكون فترات الليل ملابس خريفية، قطعتين من الملابس، بلاش الملابس الصيفية بشكل كامل. طيب دكتور، قبل ما نقفل مع حضرتك، في سؤال الناس كلها كانت بتسأله وبتتكلم عليه خلال الفترة اللي فاتت، هو ليه علاقة بتعرضنا لموجة حارة نتيجة وجود انفجارات في الشمس، وان ده حدث بتتعرض ليه الأرض يعني هذه السنة وما تعرضتش ليه بقالها حوالي 20 سنة أو أقل من ذلك. كلمينا أكتر على هذه الظاهرة، وهل فعلا بتأثر على حالة الجو اليومية بالنسبة لنا؟ هو طبعا في الايام الماضيه انتشرت بشكل كبير يعني الخبر بتاع العاصفه الشمسيه اللي بتاثر على كل دول العالم، لكن دايما العواصف الشمسيه لما بتحصل ما بتاثرش تماما على الحاله الجويه، لانها بتحصل في طبقات الجو العليا خارج الغلاف الجوي، في طبقات الايونوسفير او الستراتوسفير، ملهاش تاثير تماما على الحاله الجويه، ارتفاعها او حتى انخفاض قيم درجات الحراره، تاثيرها المباشر بيكون على الاتصالات وحركه الملاحه الجويه، مش الحركه يعني الحاله الجويه على سطح الارض. بالتالي فما فيش تاثير من العواصف الشمسيه على الحاله الجويه، احنا دايما بنعتمد على التوزيعات الضغطيه، بنعتمد على مصادر الكتل الهوائيه، يعني احنا حتى مع تزامن مع العاصفه الشمسيه احنا قيم درجات حراره اقل من المعدل الطبيعي والاجواء معتدله بشكل كبير. بالظبط. الحمد لله هي ما فيهاش تاثير تماما على الحاله الجويه. الحمد لله، طبعا بيهمنا دايما ان احنا نفهم من حضراتكم كل التفاصيل ونتابع معاكم التوقعات. بشكرك جدا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه.